ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Remain in cages, remain separated from their human family. We refuse to accept that this is normal. We refuse that the only part of America that our brothers and sisters see on the other side of that fence are people with guns. Instead, we call out to them with love that you have a right to seek peace. You have a right to seek asylum. Yes. You have a right to not be tear gassed. Yes. You have a right to be honored and dignified. Yes. Sisters and brothers, our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him, lived a true example for all of us. He was a feminist in his own right. He encouraged the education of our daughters. He centered the women in his society. I don't need anybody in the West to explain to me women's rights and feminism, because I am a Muslim and I know everything that I need to know about women's rights from my beloved deen, sisters and brothers. So my beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him, was an immigrant rights activist. And I know that if he were alive today, he would be at that border standing up for undocumented immigrants trying to come to the United States of America. Sisters and brothers, I, as a Muslim American, did not need a hashtag 5 years ago. More of our daughters are in leadership positions. We have women in, Muslim women in Congress, Muslim women governors, and you know what, sisters and brothers? We may even have had a Muslim president of the United States of America. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد.
نعم. هل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعد كفرا؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عمدا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد، لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. My beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him, was an immigrant rights activist. And I know that if he were alive today, he would be at that border standing up for undocumented immigrants trying to come to the United States of America. يا شباب هذه البلاد ويا شباب المسلمين في كل مكان، اعرفوا دعوة الرسل، اعرفوا منهج الرسل، واعلموا أنه المسألة ليست اختيارية، واجب حتمي على كل من يدعو إلى الله بصدق أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. والدليل أن الله شرع هذا المنهج لجميع الأنبياء، وسار عليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد 13 سنة، لم يدعو إلى التشريعات الأخرى، لم تشرع الصلاة أهم أركان الإسلام بعد ما لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم تشرع إلا في السنة 10، الزكاة، الصوم، الحج، ما شرع إلا في العهد المدني، لأهمية التوحيد ولأنه الأصل، والرسول ما تزحزح عنها شعرة واحدة، ويأتون ويطلبون منه أي مطلب، ملك غير ملك يعطوه، يبغى أفضل فتاة من قريش يزوجوه، يبغى المال يعطوه، يبغى يقول أبدا، قول لا إله إلا الله، لا أريد منكم إلا هذا، ويبايع لا إله إلا الله، ويجاهد لا إله إلا الله، ومسألة قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني لا حاكم إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، ومسألة قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءً والد، بل كان رسول الله يركز على شاتع الأذى. أما تبدأ بالانحراف السياسي فقط وتشغل الشباب بهذه الأشياء وتسدل الستار على دعوة الأنبياء، هذا خطأ فادع. أول ما يصاب به الدعاة أنفسهم، أول ما ينال الشر هذه الدعوة. فلست والله أعلم من الله، ولست أرحم من الله، ولست والله أغير من الله، ولا أغير من رسل الله عليه الصلاة والسلام، مهما ادعيت. طريق الإصلاح واضح، والأمة في كل زمان، والأمة الإسلامية من قرون تحتاج إلى الإصلاح العقائدي، لأن الفساد العقائدي دب إلى المسلمين من قرون، سواء في الأسماء والصفات التي يمكن منحرف فيها الأمم السابقة، وفي توحيد العبادة. فإذا رحت تجوب بلاد العالم في أي بلد شئت، ترى من الانحراف في عقائد المسلمين وأعمالهم حول القبور ما يخجل من اليهود والنصارى والذرين. كيف نتجاهل كل هذه الأشياء ونذهب نربي الشباب تربية سياسية فقط والشرك أمامهم؟ الشرك الذي حاربه الأنبياء وأفنوا حياتهم في محاربته، وأهلك الله الأمم لمخالفتهم للأنبياء في هذه المسألة بالذات، ما هو من أجل السياسة ولا غيره، أهلكهم من أجل مخالفة الأنبياء في هذا الباب. أما تخافون الله سبحانه وتعالى في محارمكم؟ أما تغارون على محارمكم يا عباد الله؟ تطمعون بالدراهم
وترخصون الأعراض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا أن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يحاولون الآن كسر الحواجز بين الرجال والنساء، يحاولون الآن كسر الحواجز بين الرجال والنساء، وأن تختلط النساء بالرجال في أي مكان، أن تسافر بدون محرم، أن تخلو مع غير محرم أو غير زوج. يحاولون ألا يبقى حاجز بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه لا يهمهم، لا تهمهم الأعراض، وإنما يهمهم أن يكونوا مثل الكفار، أن يكونوا مثل نساء الكفار، تكون نساء المسلمين مثل نساء الكفار. ويقولون هذا من الرقي والتقدم والحضارة، أنتم متخلفون إذا حجبتم النساء وتحفظتم على محارمكم تكونون متأخرين. إلى أين التقدم؟ إلى جهنم. هم المتأخرون، تأخروا عن الإيمان وعن الجنة إلى النار والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، ولا يغرنكم هؤلاء المنافقون والمنافقات والناعقون بأصوات الكفار الذين يريدون أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة بينهم، لأنهم لا يغارون على الأعراض ولا يغارون على النسل ولا يغارون على شيء، إنما هم كالبهائم، بل هم أضل والعياذ بالله. Sisters and brothers, I as a Muslim American did not need a hashtag 5 years ago. More of our daughters are in leadership positions. We have women in, Muslim women in Congress, Muslim women governors, and you know what, sisters and brothers? We may even have had a Muslim president of the United States of America. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك داعية قد خرج وقال إنه ليس هناك فرق بين الرجال والنساء إلا أن الرجال، يعني الرجال اللي مثله، ما بينهم فرق هو النساء. أما الرجال أهل الشهامة والرجولة فهم هم مثل النساء، وليس الذكر كالأنثى. نعم. يا فضيلة الوالد، ما حكم مشاركة المرأة الرجل في عمل الإسلامي مع وجود الاختلاط؟ بارك الله فيك. لا يجوز. المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في آيات ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم وهذه الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما المرأة تخرج وتختلط بالرجال وتعمل مع الرجال فهذا يعتبر فتنة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا على عهد نعم الخلفاء، ولا على عهد بني أمية، ولا على عهد أيضا بارك الله فيكم العباسيين. نادر أن تأتي امرأة يعني في مكتبها في بيتها وتدير بعض الأمور وهم ليسوا بحجة. الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وماذا؟ أي نعم، وما تدري مسكينة واعتراها النفاس فتتعطل أعمالها
وبعد ذلك قلبها مشغول بولدها، وقبل ذلك الحمل، نعم ما تدري تعامل أو تتقيا تتقيا، نعم. فالمهم يا إخوان، هوس هوس. فالمهم المدرسة التي فيها اختلاط لا تجوز الدراسة فيها، الجامعة التي فيها اختلاط لا تجوز الدراسة فيها. اشتراك البرأة في الانتخابات من باب الفساد والإفساد. وهنيئا لك أيها المرأة السنية، وهنيئا لك أيها المرأة القبيلية. وأما أصحاب حزب الحب، تعرفون حزب الحب حزب البرتقال؟ أي نعم، أصحاب حزب الحب فقد أخرجوا نساء شريفة، هو أنها شريفة لكن تخرج الانتخابات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فهي زانية. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرجت المرأة فقد استشرفها الشيطان. رحم الله تبارك وتعالى زمانا كان أهله يستنبطون حكم الله في المسائل السياسية بمجرد دخول النساء فيها، ويجزمون بفسادها ولو كان فيها أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معه. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: فنفعني الله تبارك وتعالى بهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ألحق بهم ولم أشهدها لا مقاتلا ولا ناظرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة النار، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيق كما يقول غيره. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لحذيفة، لما قال له حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الدين الذي على يديه عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، بعدك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخنا. قلت: وما دخنوه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني ذلك الخير الذي فيه الدخن وفيه التغير، هل بعده من شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. هذا عصرنا الآن وقبله بمدة، هذا عصرنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من العرب
ويتكلمون بأسئلة العرب غير الدعاة من العجم، من نفس العرب ومن لسان العرب كما هو الواقع الآن في الإذاعات والتلفاز والصحافة والخطب الكثيرة والاجتماعات المتنوعة. دعاة على باب جهنم، هذا يدعو إلى الاختلاط، وهذا يدعو إلى السكر، وهذا يدعو إلى الحرية من الأديان، وأن تكون المجتمعات خالية من الدين بعيدة من الدين، وهذا يدعو إلى الشيوعية، وهذا يدعو إلى قومية الجاهلية، وهذا إلى غير ذلك. لا تحصى أهدافهم ولا ما يدعون إليه. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني يدعون إلى النار، يدعون إلى أعمال وإلى أخلاق تجر أهلها إلى النار. فالذي يدعو إلى الإباحية أو إلى الشيوعية أو إلى قومية الجاهلية أو إلى الاختلاط أو إلى الأغاني والملاهي أو إلى الخمور أو إلى غير هذا مما يخالف الشر هو داخل في هذا، نسأل الله السلام، سواء علم أو لا أو لم يعلم أو صار أو كان إمعة لا يدري ما يقول. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من أصح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنتم الآن سمعتم ما في الاختلاط من الشر العظيم والفساد الكبير، والدعاة إليه كثيرون من أجناب الكفرة ومن خرج على أيديهم ومن قلدهم ومن استوجر لذلك، وليس هذا خاصا بالدعوة الاختلاط، بل هناك دعاة غير اختلاط، دعاة إلى التحلل من الدين بكلية والسخرية من الدين، وأنه لا دين ولا صلاة ولا اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. دعاة إلى كل شر، دعاة إلى الجاهلية الجهلة ولبحية العمى قبيحة النكرة، نسأل الله العافية. كما أن هناك دعاة إلى الشيوعية التي هي أعظم كفر وأضله، وإنكار وجود الرب وإنكار الأديان كلها على الإطلاق. فالواجب على أهل الإسلام الحذر، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة والشدة، وعصر دعاة النار من كل جانب، من كل جانب ومن كل جهة ومن كل أفق. فالواجب على أهل الإسلام ولا سيما في هذه الدولة، في الدول الإسلامية كلها وفي هذه الدولة بشكل أخص دولة الحرمين ملتقى المسلمين، يجب على هذه الدولة ورجالها جميعا وعلى أفرادها جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصح، وأن تكون وسائل إعلامنا غاية في النزاهة والسلامة حسب الطاقة والإمكان.